عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ودائما هذا الفيديو غيكون تكمله او تتمه ديال الفيديو السابق، فيما الفيديو اللي درنا من قبل زينا شجره نوال ودرنا هذا سميتو هذا ليكليراج. دابا غادي نديرو تزيين هذا الشوميني اللي عندها شي شوميني وبغات تدخل عليه دير تاهو شي ديكور شوميني، غنوريكم كيفاش ديرو. المهم انا عندي في الجرده هذا راه فيه الشوك شويه، هنا كيسمى هذا هو اللي تيديرو تزينو به سميتو لي شوميني وبزاف الحوايج تزينو به. المهم فيه الشوك من هنا، هنا سميتو بالفرنسي لوو، انا ما عرفتش التسميه ديالو بالعربيه، غنبحث عليها ونخليها لكم في صندوق الوصف. المهم عندي انا في الجرده قلت علاش لا اللي ما نزينش به هذا الشوميني. كما كتشوفوا انا حطيت درت كاع هذوك الفروع اللي جبتهم سميتهم هنا كلهم ودرت لهم سميتهم الماتيريال بلاتي باش ما نسبقش احداث، نوريكم بعدا الحوايج اللي خاصكم توفروا عليها باش ديروا هاد القلم. المهم عندي هنايا خاصك ضروري يكون عندك واحد مقص بحال هذا اللي كيقطع هذاك سميتو داك الفيل ديال الحديد بحال هذا فيل ديال الحديد، هذا راه تقدروا تلقاوه في اي بلاصه مشيتو لها عند شينوا مثلا ولا هذا، المهم راه تلقاوه هذا الفيل ديال الحديد كيكون في هذا اللون ولا في هذا اللون اللي بغيتو. عندي هنايا سميتو هادو اللي كنعلقو فيهم لي طوكسيون ديال لا كويزين دوك الزيوفا و داكشي، شو هادو ضروري خاصهم يكونوا عندكم. هادو كندير كديري وحده هنا ووحده هنا على حسب الشيميني اللي عندك، الا كان كبر من هذا تقدري ديري حتى ثلاثه، المهم انا غادي نكتفي بجوج ها هما درتهم هنا، وخاصهم تكون المسافه ما بين هنا وهنا ماشي ديرها ملاصقين مع الحيط، تجيبيهم شي شويه شي شويه بحال ما دايره انا من هاد الجهه. المهم هذه من جهه، ودابا غنوريكم بقيه ديال الحوايج اللي كنزينوا بهم هاد الكيرلون ديال هاد لوكو. كما قلت لكم باش نزينوا هاد الشوميني الحوايج اللي غادي نحتاجوا ليها، عندنا هنايا دي بول كما كتشوفوا بالالوان، عندي هنا راه كيتباع ماشي غالي هذا والله ما عرفت سميتو، كنقولوا لو بان هنا بالفرنسي ما عرفتش سميتو، هنا كيتباع هكا وصابغينو بالبيض بحال زعما في لانيج يعني الثلج. عندي هنا هاد لي بول تا هما خديتهم باش نزوق باش نعطي شي حاجه فيها الحمر في هاد الجهه. هنا كما كتشوفوا هذا لو انا ركزت سميتو حطيته هنا، درت وحده حدا وحده حدا وحده وشديت هاد وحده حدا وحده وشديت هاد انا نوريكم شديت هاد الفيل ديال الفاع اللي عندي هنايا دوغي وحزنتهم وربطت بقيت كنربط ربط ربطت بيا كل هاد الكيرلا. المهم بقى لي واحد ليصه هنا انا نوريكم كيفاش درت، خاص ضروري يكونوا عندك هادو ليغو كي سميتو ليغو لي خاصين ديال لي غوزي حيت هو فيه بحال الشوك. علاش هذا تيستعملوه؟ لحقاش كيبقى في ديك الخضوريه ديالو وما كينشفش وكيبقى مزيان كيدوزي ليه نوال كيما بغيتي ويبقى الديكور خضار وزوين. هنايا تشدي عادي تربطوه بحال ما هوك، شوفوا شكون كندير هلا نشد هاد الفيل ونقطعو بهاد المقص اللي قلت لكم
حنا فوالا الا خاف كديري دوشو بحال ما هكا وصافي هيا شدينا هادوك غنخليهم لحقاش غيساعدوني باش ندير فيهم منين نبغي نركب هادوك لي بان نقدر غادي نديرهم في هاد الخيوط هكا ويتبتوا لي. المهم هذا من جهه دابا غادي نحاول نحط هاد الكيرلون هنايا في الشيميني غندير ليها الديكور يلا وغادي نحط كذلك وحده اخرى هنايا وحده اخرى غنديها للجهه الاخرى كما كتشوفوا هاد العيبات اللي قلت لكم ديرهم باش غيساعدوكم باش المهم هنا كما كتشوفوا راه الراجل عندي دار سميتو ثقبناهم هنا بالبيرسوز كلهم خصهم يكونوا مثقوبين بالبيرسوز علاش باش ملي ديري هاد السليك باش تخشي هنايا وتجيبي ديك لاغيرلوند وتاتاشيها مع هذا صافي وغادي تشد مزيان فوق الشوميني هذا هو المرزى مهم انا علاش ما بغيتش ندير لا سميتو لا مسامر في هذا لا والو لانني بغيت نحافظ على هاد الشوميني باش يبقى غير مؤقتا درت هادو حتى يلصقوا غادي نحاول نديكوري بهاد لي غادي نديرهم في هاد السيكات لي شاطوليه ندورو عليهم بهاد الطريقه كلشي تكملو عاد غادي نوريكم ثاني تزواق اخر غادي تزواق المهم هادا ندير هادي هنا يا هاد الحرام قصتني كما كتشوفوا عندي هنايا هذاك لي سميتو الزريعه ديال الغوزي عندي في الجرده هي هذا كتعطي هاد الزريعه بحال هكا دايره بهاد الالوان غوج باش نعطيو شي حاجه حمراء حتى هي في هذا المهم انتما غادي تشوفوا غادي نقطع شي فريعات وهذا وغنزيدهم تما باش يعطيو واحد الجماليه لهاد الكارلاند المهم بحال هكا هادشي راه كلشي غراتوي راه من الطبيعة راه ديرهم بيك خصهم تريال فوالا كما كتشوفو ناخد هادو لي قلت ليكم ديال الغوزي ونبدا نزرع هنايا كما قلت لكم راه كلشي في الطبيعه غراتوي ما
تسبي حتى حاجه وديري واحد القرنان رائعه في البيت ديالك، تعطيك طاقه ايجابيه. علاش لا؟ وليدات تعجبهم، تولي تعجب الاولاد بزاف، الوليدات الصغار بحال هكا، وديكوري الشميني ديالك. انا كلشي هادشي راه عندي في الجردة، ما شريت حتى حاجه. شريت هو هاد السليك وهادو ديال لي بان، مغاليش راكم تلقاهم غاليش بزاف. كما كتشوفوا انا زوقت لهداك لي فخوي ديال الغوزيي، دابا عندي هاد لي بيول كيما وريتكم راه بالحمار وداكشي، درت ليهم هاد السليك وغنحاول نطاشيهم حتى هما هنايا بحال هكا. غنكملهم كاملين وديك الساعة غتشوفو معايا. كما كتشوفو انا درت الديكور الشوميني بهاد الطريقة، قولوا ليا كيف جاكم. المهم ها الفيديو جا النهاية ديالو، ان شاء الله ما تنساوناش الدعم والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وان شاء الله غادي نكونوا معكم دائما موجودين، ما نبقاوش نغبروا كما كنا. ايوا تحياتي لكم والى فرصة قادمة ان شاء الله، مع السلامة. زينا كذلك قرية بابا نويل كما كتشوفوا انا وولدي، نتمنى تعجبكم. كما كتشوفوا هذا الباب توا زينتو بهاد لاكورون،